راديو أوريانت يقدم. رقصة ستي مع سمر كوكاش. قصص رائدات الأدب والفكر والفن الذين أثروا الحياة الاجتماعية بمساهماتهن وكفاحهن في بلاد الشام. رقصة ستي مع سمر كوكاش. يسعد أوقاتكم مستمعو ومستمعات راديو أورينت، وأهلا وسهلا فيكم معي أنا سمر كوكاش، يلي رح كون معكم ببرنامج أسبوعي نحكي فيه عن قصص عاشت معنا من الماضي، مثل ما عاشت أسماء وأبطال هالقصص بذاكرت كتير منا وشكلت إلهام حقيقي إلنا. ناس كتير بيرجعوا للماضي ليقدسوه ويعتبروا انه حكاياته ونجومه وشخصياته هن النجوم الزمن الجميل يلي ما رح يتكرر، وفي ناس على الضد بيعتبروا الماضي شي مضى ولازم ننساه ونلتهي بحاضرنا ومستقبلنا. وبالنسبة لهدول بتذكر مقولة شاعر الداغستان رسول حمزة توف: إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. طبعاً نحن مو ناقصنا لا نيران مسدسات ولا مدافع، لأنه حياتنا من غير شي مولعة بالقصف والصواريخ والمدافع، والله يحمي كل سوري. بس العودة للماضي مهمة بدون تقديس، حتى نقرأ بسير جداتنا من الأديبات والكاتبات والمطربات. سيرة حياة هي جزء من ثقافة يجب ألا تنسى، كما إنها حالة ممكن تلهمنا كتير أشياء بهالأيام الصعبة. راديو أوري على رقصة ستي، هاللحن الشعبي الجميل يلي قدر يختصر زمن بكامله بذاكرتنا وأسمعنا من وقت كنا نسمعه ببدايات التلفزيون السوري. وعلى فكرة هاللحن البسيط يلي بيقوم على جملة واحدة قدر يلهم موسيقار سوري مبدع عايش بأمريكا، هو الأستاذ مالك جندلي، يلي يمكن ما عاش الماضي وطقوسه المرتبطة بهاللحن، قدر يلهم نغم جديد وتوزيع جديد وقت رجع استعاده بأحد مؤلفاته الموسيقية الحديثة. ومنشان هيك لقينا أنه أنسب عنوان لهالبرنامج هو رقصة ستي، وأجمل هوية موسيقية ممكن تحاكي مضمونه هو توزيع مالك الجندلي لهاللحن. هون بيلتقي الماضي بالحاضر ليعطي معنى جديد للإبداع، وببرنامجنا هاد بتمنى أنه نحاكي الحالة ذاتها لنستحضر تلك الرقصات الجميلة لجداتنا في مجال الأدب والكتابة والإبداع والفن والحياة الاجتماعية. رقصات راقية وملهمة حلقت فيها الأفكار والقصص والحكاية، وحلقنا معها. حلقتنا لهالأسبوع رح نحكي عن نجمة من نجمات الأدب في بلاد الشام، رحلت عن عالمنا قبل 80 سنة، بس سيرة حياتها الحافلة وكتاباتها الرائدة جعلت منا نجمة من الأدب في الشرق العربي كله، بالرغم من النهاية الحزينة والمثيرة يلي انتهت حياتها فيها. حلقتنا رح تكون عن أديبة ولدت ونشأت في فلسطين لأم سورية وعاشت في لبنان، أبدعت بمصر وارتبطت بعلاقات هامة مع كبار أدباء عصرة، من أحمد شوقي للعقاد والمازني وخليل مطران وجبران خليل جبران، وأكيد يلي قروا سوانح فتاة وباحثة البادية ومدوى جزر وكتاب الشعلة الزرقاء يلي جمع رسائلها مع جبران خليل جبران رح يعرفوا أنه أنا بقصد مي زيادة. الأب من لبنان وأم من أصل سوري بس هاجرت لفلسطين، ولدت مي زيادة بـ 11 شباط من عام 1886 بمدينة الناصرة بفلسطين. كانت مي هي الابنة الوحيدة للياس زخور زيادة ونزها معمر، وبعد وفاة شقيقها الوحيد وجدت مي من والديها اهتمام ورعاية كبيرين، سواء
على صعيد التربية أو على صعيد توفير فرص التحصيل العلمي. فتعلمت القراءة والكتابة بمدينة الناصرة، ثم تابعت دراستها بمدرسة راهبات عنيطورة لما رجع والدها للتدريس بلبنان. وكان الشيء اللافت اهتمام مي زيادة بتعلم اللغات الأجنبية، ومع أنه المخ البشري بيستوعب عادة 7 لغات، أو مثل ما بيقول المثل الشامي فلان بيحكي 7 تلسون، بس بعض المصادر بتذكر أنه مي كانت تتقن 9 لغات إلى جانب اهتمامها وعشقها للغة العربية. كانت مي تتقن الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية إلى جانب معرفتها بلغات قديمة كاللاتينية والسريانية واليونانية. وإذا ما لكم مصدقين، اسمعوا شهادة الشاعر اللبناني الكبير خليل مطران يلي قال عنها بإحدى مقالاته: كانت مي تجيد كل الإجادة، اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية، ولها مسجلات طريفة في مختلف الموضوعات مع كتاب تلك البلاد الذين كانوا يقدرونها حق قدرها وينزلونها منزلة الإجلال والإكبار. ولأن أمه وأبوها كانوا حريصين تتقن العزف على آلة موسيقية، تعلمت مي العزف على البيانو وأتقنته. آلة البيانو يلي عشقتها مي وأتقنت العزف عليها تكشف لنا طبيعة المرحلة يلي كانت تمثل مرحلة انفتاح ريادي عربي على الغرب بالعلوم والفنون والآداب والموسيقى أيضاً. حتى أنه سيد درويش استخدم آلة البيانو الغربية بمحاوراته الغنائية بمسرحياته يلي كان يقدمها بمطلع القرن 20. ولهيك اختار والدي مي أنه تتعلم على البيانو لتحاكي روح العصر المنفتح على الغرب. تخيلوا معي مي زيادة أو الآنسة مي وقت تفتح صالون الأدبي بالقاهرة بمطلع القرن 20، وهي تكتب القصة والمقالة والأدب وتعزف على البيانو وتدير النقاشات الأدبية والفكرية وتتقن العديد من اللغات الأجنبية، شو رح يكون مستوى هالصالون الأدبي ومين أبرز رواده؟ بس قبل ما نحكي عن صالون مي زيادة الأدبي، خلونا نحكي عن سيرتها مع الدراسة والتحصيل العلمي يلي برعت وتفوقت فيه. عام 1904 تخرجت مي من مدرسة الراهبات بعنيطورة بلبنان ورجعت للناصرة لعند أهلها، وعام 1907 انتقلت مع أسرتها للإقامة في القاهرة، وكان عمرها بهداك الوقت 21 سنة. وبعام 1916 دخلت الجامعة المصرية ودرست الفلسفة وتخرجت من كلية الآداب وأتقنت اللغة الفرنسية يلي كانت معرفتها فيها عميقة جداً. ولهيك مقالاتها الأولى اللي نشرتها بعشرينيات القرن 20 كانت باللغة الفرنسية يلي اشتغلت بتدريسها إلى جانب اللغة الإنجليزية، وتابعت بنفس الوقت دراستها للألمانية والإسبانية والإيطالية. بعام 1911 انتقل امتياز جريدة المحروسة يلي أصدرها اللبناني سليم النقاش بالقاهرة، انتقل لوالد مي الياس زيادة يلي أصدرها من جديد، وكان لمي باب ثابت بجريدة المحروسة اسمه يوميات فتاة. كانت تستعرض بهالباب مقالاتها الاجتماعية الجريئة يلي ما دافعت عن حقوق المرأة بس، لكنها كتبت في شتى مجالات الحياة. بس الغريب أنه مي كتبت بأسماء مستعارة عديدة قبل ما تبلش توقع باسمها يلي اشتهرت فيه. كان من أسماء المستعارة اللي وقعت فيها مثلاً شجية، إيزيس، كوبيا، عائدة، كنار، السندبادة البحرية الأولى، ووقعت باسم رجل هو خالد رأفت. مساهمات مي لم تقتصر على جريدة المحروسة، بل كتبت في جريدة الأهرام ومجلة المقتطف ومجلة الهلال. وبالمناسبة كل هالصحف والمجلات الشهيرة يلي لا تزال تواصل الصدور اليوم بمصر أسسوها لبنانيين وسوريين. بالنهاية ممكن نقول إنه مي وضعت بصمتها بشكل قوي في صحافة بداية القرن 20، وخصوصاً إنه مقالاتها الجريئة بلا إسفاف والعميقة بلا تعقيد كانت تجذب الشباب بشتى الأقطار العربية يلي كانت تتوزع فيها هالمجلات، مثل ما كانت تصير اهتمام الأدباء. تعالوا نقرأ مثلاً كيف وصفت الطفولة بسلسلة مقالاتها اللي نشرتها عام 1922 بمجلة الهلال تحت اسم عائدة تتذكر. الطفولة يلي مننظر لها أنه مرحلة غلفة وبراءة وهناء، مي كانت تشوفها أنه لأ،
مجتمع الطفولة متنوع مثل مجتمع الشباب والكبار تماماً. بتقول أي هذا المار أمام معاهد التعليم، ما أجهلك بما وراء الجدران من متزاحم العواطف ومتضارب الانفعالات. هناك هيئة اجتماعية صغيرة، والعمر الذي تحسبه أليف الصفاء والغفلة والهناء إنما هو كالشباب والكهولة والشيخوخة، أسير حمى الحياة. هناك جميع صنوف الناس، المتيمن والمتطير، المفكر والأحمق، الشجاع والجبان، الرصين والطائش، الشخصية الممتازة والشخصية العادية، النفس الأبية الشماء والنفس الداعية المبتذلة. وقصار القول إن الطفولة تمهيد قد يكفي أن تطالعه أحياناً لتلم إلماماً سريعاً بما ضمنه الكتاب من تفصيل وإسهاب. كونوا معنا بعد الفاصل لنتابع سيرة مي زيادة بأولى حلقات برنامج رقصة ستي، ولنحكي عن الصالون الأدبي المثير للاهتمام كتير. مذيع تلفزيون أو راديو، مصور أو فني مونتاج، محرر أو صانع أفلام وثائقية، أو خبير سوشيال ميديا. إذا كان حلمك واحد من هدول، فيك تحقق أحلامك مع مركز أورينت للتدريب على يد مخدم من المختصين والمبدعين بمجال الإعلام. اختار الاختصاص اللي بتحبه وسجل معنا عبر الاتصال على الرقم 0090 53 30 61 84 84. مركز أورينت للتدريب، ملتقى الإبداع والشهرة. ٢٤ بتاريخ نيسان 1913 كانت مي زيادة عم تلقي ببهو الجامعة المصرية كلمة بالنيابة عن جبران خليل جبران، أرسلها للمشاركة في حفل تكريم الشاعر خليل مطران. وبعد ما انتهت من إلقاء الكلمة، وبالمناسبة كانت مي خطيبة مفوهة بإجماع كل معاصريها، وجهت دعوة للمشاركة بصالون أدبي قررت إنشاؤه بمنزلها كل ثلاثة. وسرعان ما استقطب صالون مي اللي كانت تقدم فيه القهوة وشراب الورد معظم المفكرين والكتاب والشعراء من المصريين واللبنانيين والسوريين والعرب يلي كانوا بهديك الفترة، من أمير الشعراء أحمد شوقي لأستاذ الأجيال أحمد لطفي السيد، لعميد الأدب العربي طه حسين، لشيخ الساخرين إبراهيم المازني، لشاعر القطرين خليل مطران، لعباس محمود العقاد، سلامة سلامة ورشيد رضا واسماعيل صبري، لأمين معلوف ويعقوب صروف. وشو بدنا نعد لنعد؟ صالون مي زيادة كان أول صالون بتديره امرأة، كان ظاهرة أدبية رفيعة المستوى بتناقش موضوعات أدبية واجتماعية وبتتابع النتاج الأدبي الجديد لأدباء هاي المرحلة. والحديث بالصالون كان باللغة العربية الفصحى، والشيء اللي كان مثير للاهتمام إنه مي قدرت إنه تتجاوز العصبيات الحزبية والسياسية يلي غالباً كانت تتأثر على مواقف الأدباء، وجمعت كل النخب في حوار منفتح بيتناول قضايا الفكر والثقافة. ولهيك اعتبر نقاد ومؤرخي الأدب إنه صالون مي زيادة ترك أثر كبير على أدباء عصره. إذا بدنا نعرف شو طبيعة هالأثر، تعالوا لنسمع شهادات كبار الأدباء. أولهم عباس محمود العقاد يلي قال عن صالون مي زيادة: ما تتحدث به مي ممتع كالذي تكتبه بعد رؤية وتحضير، فقد وهبت ملكة الحديث، وهي ملكة التوجيه وإدارة الحديث بين مجلس المختلفين في الرأي والمزاج والثقافة واللغة. عميد الأدب العربي طه حسين فاعترف بأهمية صالون مي زيادة ووصفه وصف دقيق، فقال: كان الذين يزورون هذا الصالون متفاوتين تفاوتاً شديداً، فكان منهم المصريون على تفاوت طبقاتهم ومنازلهم الاجتماعية، وكان منهم السوريون، وكان منهم الأوروبيون على اختلاف شعوبهم، وكان منهم الرجال والنساء، وكانوا يتحدثون في كل شيء ويتحدثون بلغات مختلفة. مع أهمية هالآراء يلي سمعناها، بيبقى يلي قاله أمير الشعراء أحمد شوقي شعراً بصالون مي زيادة أبلغ تكسيف لهي الظاهرة الأدبية الرائدة: أسائل خاطري عما سباني،
أحسن الخلق أم حسن البيان؟ رأيت تنافس الحسنين فيها كأنهما لميت عاشقان. حديث أمير الشعراء أحمد شوقي عن العاشقين رح يقودنا للعلاقات الغرامية يلي عصفت بحياة الآنسة مي زيادة، واللي استغنت عنها كلها وركضت ورا حب عذري بالمراسلة ما نالت منه أي لقاء، بس حفنت مشاعر وذكريات. مستمعو راديو أورينت، مستمرين معكم بهالحديث الشيق عن الأديبة الظاهرة مي زيادة، يلي مثل ما كنا عم نحكي قبل الفاصل واجهت بعض علاقات الحب من أدباء كبار سحرن حضورها وبلاغتها وسعة ثقافتها، ومن أبرزهم عباس محمود العقاد يلي كان أكثر المعجبين فيها، ويلي عبر لها عن حبه الراقي بإحدى رسائله اللي بتوصف حالة عاشقين ما قال أسميهم. كانا أشبه بالشجرتين منهما بالإنسانين، يتلاقيان وكلاهما على جذوره ويتلامسان بأهداب الأغصان أو بنفحات النسيم العابر من تلك الأوراق إلى تلك الأوراق. كانا يتناولان من الحب كل ما يتناوله العاشقان على مسرح التمثيل ولا يزيدان، وكان يغازلها فتومئ إليه بإصبعها كالمنذرة المتوعدة، فإذا نظر إلى عينيها لم يدري أتستزيد أم تنهاه، لكنه يدري أن الزيادة ترتفع بالنغمة إلى مقام النشوز. طبعاً واضح من هالرسالة أنه العقاد كان بيحب مي زيادة، كان بيتخيل له أنه بتبادله هالحب، ومثله مصطفى صادق الرافعي وزكي مبارك وغيرهم وغيرهم. بس الثابت بالنسبة لمؤرخي الأدب إنه مي تركت كل هالأدباء يلي كانوا عم يتزللوا عاطفياً ويحضروا صالوناتها، واختارت حب وحيد هو حبها لجبران خليل جبران يلي كان بيقيم بأمريكا وبيفصل بيناتهم آلاف الأميال. كان حب مي زيادة لجبران خليل جبران حب عذري، والوثيقة المهمة عن هذا الحب هي مجموعة الرسائل المتبادلة بين مي وجبران، جمعتها الأديبة السورية سلمى الحفار الكزبري بكتاب الوثيقة الشعلة الزرقاء يلي عثرت فيه على الرسائل المفقودة، وسافرت للأمريكيتين لهالغرض ونشرتهم لأول مرة بكتاب أصدرته وزارة الثقافة بدمشق عام 1979. مع جبران بس اعترفت مي إنها وقعت بالحب وإنها أخفت هذا الحب، وأصدق تعبير كان بإحدى رسائلها يلي بتقول فيها: جبران، لقد كتبت كل هذه الصفحات ضاحكة لأتجنب قول إنك محبوبي، لأتجنب كلمة الحب. إن الذين لا يتاجرون بمظهر الحب ودعواه في المراقص والاجتماعات ينمو الحب في أعماقهم قوة رهيبة. أبلغ تعبير كان عن عمق هذا الحب يلي عاش بالمراسلة حوالي 20 سنة بين عام 1912 و1931، الأثر يلي تركه رحيل جبران عن الحياة عام 1931، لأنه إجا بعد موت صديقة ومرشدة يعقوب صروف صاحب مجلة المقتطف عام 1927، ثم موت أبيها وموت أمها، وأخيراً موت حبيبة جبران. فاعتزلت الناس وأدمنت التدخين وانهارت نفسياً وجسدياً، فاصطحبها أحد أقاربها إلى لبنان، وهنيك دخلوها مشفى الأمراض العقلية أو العصفورية مثل ما منسميها عنا بالشام. وبعد فترة قصيرة تم إخراج مي من العصفورية، بس اندلاع الحرب العالمية الثانية وانشغال الناس بأخبارها شغل الكثيرين عن متابعة أخبار نجمة الأدب اللامعة في الشرق العربي. وبالعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1941 ماتت مي زيادة وحيدة ومكسورة، وإجا خبر رحيلها عن 55 سنة صدمة لكل مين عرفها. ولما عملوا حفل تأبين إلها بالقاهرة شارك فيه كبار الأدباء يلي كانوا يترددوا على صالونا، ونعاها عباس محمود العقاد بقصيدة مليئة بالحزن والمرارة قال فيها: أين في المحفل مي يا صحاب؟ عودتنا ها هنا
فصل الخطاب، عرشها المنبر، مرفوع الجناب، مستجيب حين يدعى مستجاب. بهالأبيات الحزينة برساء مي زيادة منودعكن أنا سمر كوكاش بهالحلقة من برنامجنا رقصة ستي على راديو أوريانت. انطرونا بمثل هذا الوقت الأسبوع القادم. كنتم مع رقصة ستي، تقديم سمر كوكاش، إعداد محمد منصور، إخراج عبد الرحمن يوزباشي، إنتاج راديو أوريانت 2021.